علاش تلاحيتي على الجيلي الصفر؟ تلاحيت الجيلي تبعت لها لو مالي وتقلقي بالسطالي الشراب والليالي والبواطو وكل شيء. قلت لك في ذاك دوزتيها اللهم لك الحمد دوزتيها. قال لك خدمها صغري على كبري وليت نخدم كبري على صغري. ندمت على النشاط اللي دوزتيها. النشاط حدو الدنيا حدو واحد لابارتي. الزوج سلوان راه خايب. انا بالسيف اللي تبع شي حاجه طريق ماشي هي هذيك. شحال من مره دوزتي؟ انا دوزت ربعه د العيالات. الربعه هي اللي كاينه معايا. وصابره معاك. اللهم لك الحمد. ودابا هي كتسمع الهضره ما تقلقش. علاش تقلق؟ علاش تقلق؟ كتاكل وتشرب وكتنعس اللهم لك الحمد. ما تقلقش. علاش تقلق؟ علاش تقلق؟ ما كدير والو هي. تجبد لها الماضي. وما كاش الماضي. المرأة ما كتبغيش الماضي ديال الراجل. اسم الماضي اسم الماضي عرفتني بالماضي ديالي تقبع على الماضي ديالي اي مرة تقبع على الماضي ديال الراجل الاخر. دابا قبل ما تجوزتو في الطابلة. ناقشتو كل شيء. حنا تلاقينا عف الزبالة حنا كاع ما تجاوزنا ما شفنا ما والو كاع. كيفاش دايرة الزواج؟ وعاون نقول لك انا تلاقينا في الزنقة خاطبنا الله يعاون الله يعاون. اسمع الزواج فيه الزواق. ومصابرة معاك صابرة. واخا صابرة اللهم يحرب عاد الاولاد. انا جاي. هازي زيد زيد راه انز هنايا انت انا الجيلي وهذا كنت شي مسؤول كبير مثلا شنو غادي دير للبلاد؟ غندير الديمقراطيه بمعنى اللي خدم ما خدمش نصيفط بابا للحبس. والله انا عاطيك مسؤوليه تشطب خصك تشطب كمل انا عاطيك دير واحد الحاجه خصك ديرها ما قادش بها دير الاستقاله. هذاك الشيء ديال الديمقراطيه خدم والله يعاونك. ياك والمحاسبه. من اللي ليس لك هذا. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ جيتي فقير ولا لاباس عليك منين؟ احنا كنا فقيرين احنا مازال فقيرين كنا كل الخبز. هذا كلام زوين ولكن كاين بعض المواطنين اللي غيشوفوك لابس الجيلي ديال السفاره غيقول لك من اين لك هذا؟ هذا من تعابي عطاني الله. قال لك الناس كيف كيمشي للمخباز يشري بيريزيان ب 24 وخاصو يعطيك 40. انا ما خداش المخبازه. ها هو الخبز حداك. انا سيدي انا سيدي لا بلاصه نص ساعه ولا ربع ساعه دخل وهرج وما كنتخلص منه. ما كتخلص منه لا ولكن كاين اللي كيديروها. قال لك ستان كليان ستان غوا. الا ما عطاكش اليوم عطيك غدا. ياك اييه ما خصكش قاعد دابز مع الكليان. بس قاعد دابز مع الكليان. عطاك اليوم ما عطاكش غدا كنقول له سير بحال هكا تجي خطا اخرى كيف ديالك. بلاصه بعدا هذوك.